بعد 12 ساعة ل 24 ساعة تكون ظهرت السيدة ما عندها شي مشاكل أبدا، وبالتالي بعد 3-4 أيام بترجع لحياتها الطبيعية أكيد بغير حلة. أكيد أنا مش رح أقدر أنسى إن الام بي سي إنهم فتحوا لي هالمجال وهالفرصة لإني أحقق هالأحلام اللي كنت حابة أحققها. وهلا معي بالاستوديو دكتور نادر صعب، اخصائي جراحه وتجميل. بونسوار دكتور. بونسوار، كيفك؟ ماشي الحال؟ نحن تلاقينا بالبرنامج تقريبا مش 3 سنين. أيوة. وصورنا سوا، بس هذه اول مره معنا ببرنامج مع جوال احلى. اهلا وسهلا فيك. اول شيء حابه تخبرنا عن المشتركه اللي معنا هالاسبوع، شو العمليات اللي عملت لها اياها؟ مثل كل سيده من بعد ما يصير عندها حمل متكرر من بعد الرضاعة بيأثر كله سلبا على جسمها، وبالتالي عندما بتنتهي من ولادتها بترجع السيدة بتحب ترجع تظبط بحالها لتستعيد اللي كان عندها جسمها وصدرها وأناقتها. وهالضعف اللي بيصير عندها خاصة بينعكس سلبا على الوجه بنحاول نحن نظبط فيه. هلا في سؤال بدي أسألك عنه، لأنه كثير من السيدات بخافوا من السيليكون. ولما الواحد يكبر صدره مش ضروري يستخدم السيليكون، بس انا بعرف انه اكثريه الدكاتره خاصه بلندن بفضلوا السيليكون. خبرنا انت شو استعملت لها لربا، وشو المواد اللي انت اكثر شيء يعني بتفضلها؟ السيليكون هو من احلى الاشياء اللي بتنحط بالصدر، بس في مفهوم غلط عند السيدات بخافوا من السيليكون يلي بينحط بالوجه. كل ما هو السيليكون محطوط بغشاء، يعني يلي بينحط البروتيزات اللي بينحطوا بالصدر، هو افضل 100% انه يكونوا سيليكون عكس المي والملح اللي كنا نستعمله سابقا، لانه سلبياته كثير عاليه. كرمال هيك افضل يكون سيليكون بالصدر، بينما المفهوم انه ممنوع ينحط سيليكون بالوجه، لانه السيليكون بالوجه كثير غلط وكثير بشوه الوجه. هيدا اللي اشتغلنا عليه عند وجه ربا، هو من بعد ما كان عندها الضعف اللي كان عاطيها شكل حزين بوجهها وعيونها غرقانين، عملنا لها بوتوكس بالمنطقة العليا حوالي العيون، عملنا لها المناطق اللي كانوا محفرين بوجهها وخدودها وشفافها وخطوط الحزن اكيد بماده الهيالورونيك اسيد. دكتور نادر، انا بحب اقول وما عندي مشكله بهالموضوع انه انت من اول الدكاتره اللي عملوا لي بوتوكس. وبحب اقول انه فعلا شغلك رائع، وعشان هيك انا طبعا حبينا نصدقك معنا بالبرنامج، وانا بتابع على طول شغلك مش بس مع المشتركات، بس النجوم اللي بتعمل لهم وجوههم وغير عن هيك. خبرنا شوي بس، وضحنا لاخر مره، ان شاء الله تكون لاخر مره، شو هو البوتوكس؟ لانه في كثير ناس بيقولوا عامله بوتوكس بشفافها، ما في شيء اسمه بوتوكس بالشفاف. اكيد. البوتوكس هي ماده فعلا سحريه، بتنعمل بالمنطقة يلي في عنا عضلات، وهالعضلات بسببوا تجاعيد خاصة بالمنطقة اللي حوالي العيون الجبين وبمنطقة الرقبة، لحتى يرخوا العضلات وبالتالي ما بيعود في عنا تجاعيد. يعني منكون أثرنا على السبب المباشر للتجاعيد. بالنسبة للبوتوكس، أنا على طول بقول البوتوكس ما بيجمل، يعني مش الواحد حيصير رائع إذا عمل بوتوكس، بس الحلو فيه إنه اللي ما عنده تجاعيد ببطل يطلع له تجاعيد، أما يمكن بتجاعيد بدون 20 سنة ليطلعوا إذا ما كان عامل بوتوكس. بدي أتشكرك جوال على السؤال، لأنه كثير من السيدات بخافوا من البوتوكس على عمر صغير، بينما بالعكس إذا سيدة عندها عبسة ولا عندها جقرة مزعجة بتصير مع الوقت ومع تقدم السن، فينا مع البوتوكس نقدر نتخلص ونتجنب ونتوقع التجاعيد، وبالتالي منكبر بالعمر مع الحفاظ على شكل رائع ومرتاح. بدي اشكرك كثير على هالانترفيو معك اليوم، الانترفيو الجريء بحب اقول. وان شاء الله نرجع نستضيفك معنا بالاستوديو مره ثانيه. بدي اشكرك جوال على البروجرام الحلو. ثانك يو. وهلا بدكم معنا في بريك كثير قصير. شوفوا ربا باللوك الاخير، صارت انه هي كمان تشوف حالها باللوك الاخير، وطالعه كثير كثير حلوه مثل ما قلت لكم، بس قبل ما نشوفها باللوك الاخير لازم نتذكر كيف كانت اول ما اشتركت معنا بالبرنامج. انا ربا صبحي، حبيت اشترك بالبرنامج الحقيقه لانه بعد 4 اولاد وبعد 14 سنه زواج، اي ست بتشعر انه محتاجه لانها تغير وتجدد نفسيتها وترجع ثقتها بنفسها اكثر.